مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ألو فارس. يلا مشاهدينا الكرام، كما جرت العادة ورانا في الموعد بإذن الله بزوج وصفات اللي تحبوهم انتوما، الكرة السوسية لا ما نوصيكمش، وما تنساوش رقم الهاتف اللي راه يظهر في أسفل الشاشة بإذن الله، راح نستقبل مكالماتكم. راكو تسألوا اليوم كذلك واش جبت لكم اليوم؟ جبت لكم جاتو اللي راح نديروه بشوكولا، كريمة شوكولا تاني بنين بزاف وناجح 100%، وعلى بالي بلي حيعجبكم. وكذلك الوصفة الثانية راح نديرو شوفلار، راح نديروه بقطعة تاع اللحم بمرقة حمراء تاني، حيجي بنين بزاف بزاف بزاف. يلا مشاهدينا الكرام، باش نربحوا الوقت نروحوا للوصفة الأولى اللي راح نديروا هاد الحلوة بطريقة قلنا سهلة وناجحة، وعلى بالي بلي حتعجبكم بزاف بزاف. تبعوا معايا المقادير. هنا هاد الحلوة فيها زوج مراحل، عندنا المرحلة الأولى راح نديروا البسكويت تاعنا، والمرحلة الثانية راح نديروا كريمة كذلك شوكولا. البسكويت راح نديروا شوكولا والكريمة كذلك راح نديروها شوكولا. تبعوا معايا هنا العجينة تاعكم ولا البسكويت تاعكم، عندكم 3 حبات بيض، قلنا 3 بيض، عندكم كاس غير ربع تاع الحليب، يعني كاس تعمروه وتخليه ربع ما تعمروهش، كاس غير ربع تاع حليب، كاس تاع السكر، الكاس اللي كيلتو به الحليب كيلو به كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، عندكم 3 مغارف كبار تاع الكاكاو، ومغارف كبيرة فانيليا، وعندكم كيس خميرة كيميائية. نعاود لكم، قلنا البسكويت تاعنا عندكم 3 بيض، كاس غير ربع تاع حليب، كاس سكر، نص كاس تاع الزيت، 3 مغارف كبار تاع كاكاو، وعندنا مغرف كبيرة فانيليا، وكيس خميرة كيميائية. هذه بالنسبة للعجينة. أما بالنسبة للكريمة، عندكم ريتلة تاع حليب، وعندكم كاس تاع السكر، 3 مغارف كاكاو، وعندكم مغرف كبيرة تاع زبدة، وعندكم 50 غرام شوكولا نواغ. نعود لكم، قلنا الكريمة ريتلة حليب، كاس سكر، 3 مغارف كاكاو البني، و50 غرام شوكولا نوار شوكولا سوداء، ومغرف كبيرة تاع الزبدة الكونطرية. وهذه لو تشوفوا هنا نص ريتلة تاع حليب باش نشرب بها البسكويت تاعي كيطيب. هذه قلنا نص ريتلة تاع حليب نشربوا بها البسكويت كيطيب. هذو هما المقادير مشاهدينا الكرام، وراح تشوفوا طريقة سهلة سهلة سهلة، وفي وقت قصير راح توجدوا هذه الحلوة قلنا شوكولا، تخليوها برك تبرد وتقطعوها، صدقوني بنينة بزاف بزاف. يلا نروحوا دوك طريقة التحضير مشاهدينا الكرام، تبعوني. هنا ناخذ البلاندر تاعي ولا تاخذوا طاس تاع الجو، تحطوا فيه 3 حبات بيض. يلا نستقبلوا أول مكالمة. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راكي أم أميرة؟ الحمد لله. منين راكي تكلمينا من الجزائر العاصمة؟ مانيش مأمنة بلي حكمناكم. ما كاينش مأمنة. والله ماني مأمنة بلي حكمناكم. صافي بيان أونتو حنا نسيو، سي لا بخوميييغ فوا اللي حكمنا. أمني أمني أمني. مرحبا بك. ما عندي ما نقول لك، ما شاء الله ربي يشدلك في هذوك اليديدات. الله يسلمك يطول عمرك. ويرحم الأم اللي ولداتك. تعيش يطول عمرك، بارك الله فيك. والله العظيم. شكرا عندي ليك. عندي نداء على الكوتي تاع الدراري. الكوتي تاع الدراري. صح. كاين الأمهات بزاف اللي أوني أوبليجي نشرو الدراري ما يقدروش كيقراو توت لا جورني. صدقيني سيداتي يا صدقيني انا بزاف امهات وكامل المشاهدين الكرام، انا قلت لهم راني كونتر هذاك الكاطو اللي تشريوه من برا. ما كاينش كيما توجدوا دي ساندويتش لولادكم، توجدوا بتي بان بريوش. لا لو كاين حاجه. نعم. كاين الناس اللي يشريو حاجه مكلفه، وكاين دراري يفو غوكونيت بلي كاين الناس ماشي لاقيه تاكل. صح صح. واحد ان اونفون يجبد حاجه قدام ان اونفون اللي ما يقدرش، صافي مال. صح. ما يقدرش مسكين قدامه ياكل ولا. هذه كاينه. نحوسوا على حاجه اللي خفيفه يقدر يديروها كاع الامهات، حاجه غيزوناب. والدراري كاع تقدر مام تقدر تعطي بزياده لوليدك، يقدر يعطي الان اونفون ياكل معاه، ماشي كيما يدي ان غوتي لي كوتو وواحد اخر ما يقدرش ياكل. ان شاء الله ندير لكم كاش 4 حصص ولا 5 غير الكوتي اللي يديوه الاطفال ان شاء الله سيداتي. ان شاء الله ربي يجازيك واللي يقدروا واللي يقدروا كاع صحتك واللي يقدروا كاع يديروه، والامهات كامل سيواك كاع يروحوا شغل ولا شهادة كامل يروحوا كيف كيف. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعطيك صحتك. بارك الله فيك سيداتي. انا حبيت تهضر معاك راهي تنسيستي. نعم.
أميرة، أميرة بنتي حبيت تهضر معك. يلا تفضل تفضلي تفضلي. ألو، انقطعت المكالمة، معليش. يلا مشاهدينا الكرام تبعوني هنا، درنا 3 حبات بيض، كاس تاع السكر، كاس غير ربع تاع الحليب، ودرنا نص كاس تاع الزيت وفانيليا. هادو راح نخلطهم مع بعض، تبعوا معايا. هنا خلاص دورها غير شويه ونحبسو. يلا هذا الخليط راح نحطه هنا، هكذا. واش نزيدو هنا؟ عندكم ما قلتلكمش في المقادير فارينة، عندنا زوج كيسان ونص تاع فارينة. انا كيلت بهذا الزيت والحليب والسكر، دونك بهذا نكيل زوج كيسان ونص تاع فارينه. يلا نستقبلوا مكالمه. الو. الو، السلام عليكم سيده سعاد. السلام ورحمه الله وليدي، واش راك؟ واش راكي سيداتي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راهم ناس البليده؟ ها؟ قلت لك واش راهم ناس البليده؟ لاباس علينا ولا غير لاباس علينا؟ الحمد لله. الله يبقي الستر عليكم ان شاء الله. يسلمك وليدي الحمد لله، يسميشها ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. يسلمك وليدي الحمد لله. وليدي تفضلي. واش نقول لك؟ نقول لك ربي يجازيك وربي يعطيك صحتك وربي. امين. واش نقول لك؟ راك امين، راك داير لنا حوايج اللي ما كناش كاع. الحمد لله الحمد لله والله العظيم، ولينا كاع ما نحيروش في الطياب. الحمد لله الحمد لله. ولينا كاع ما نحيروش، الصباح نبداو نحيرو واش دروكا والو خلاص. ما تحيروش راني هنا، ما تحيروش. الله يعطيك. ما تحيروا، ما تقولوا الحال بعيد، راني هنا. حاجة اللي خصتكم راني هنا. الله كيما قلت لك يسترك وربي يحفظك. يا وليدي يا حمروج، كان نستنى في الخبز تاع المطلوع. نعم؟ الخبز تاع المطلوع. المطلوع اللي درتو في المقلة؟ لا 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 لا، أنت قلت لنا دوك الخطرة ندير لكم خبز المطلوع نورمال عادي، حبيتو خبز تاعك كيفاش يجي؟ خلاص ما كاش مشكل. هكذا؟ ما كاش مشكل. ها يا وليدي راني نستنى فيه ويعطيك الصحة وربي يجازيك. يطول عمرك، بارك الله فيك. شكرا لك، يعطيك الصحة سيداتي. يلا تبعوا هنا مشاهدينا الكرام، قلنا شوفوا هنا، قلنا عندكم زوج كيسان ونص تاع فارينة. صيروهم ما وكاس، وقلنا عندكم 3 مغارف تاع الكاكاو. نكمل هذا الكاكاو ونزيد معاهم الكيس تاع خميره كيميائيه، هكذا نصفي كلش. هكذا بهذه الطريقه. شوفوا معايا، صبروا عليا برك دقيقه نمسح هنا ونكملوا. زربوط خويا مومو، يلا المخرج قال لي تلفتها لي تروح كوش دروات، معليش. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، زوج كيسان ونص تاع فارينه، وقلنا 3 مغارف كبار تاع كاكاو وباكي ولا كيس تاع خميره كيميائيه. نخلطوهم هكذا بهذه الطريقه، خويا مومو هذه هي الماليطه تخدم بها كوش دروات. شوفوا معنا هكذا، شوفوا نخلط وخلطوا مليح باش هذه الكفرينه ما تتكور لكمش في هذا الخليط. قلنا هاد الوصفه بدينا بها باش نربحوا الوقت،
باش توجد باش نشوف باش تشوفوا تشوفوا الشكل النهائي تاعها هكذا. هكذا بهالطريقه. هنا خلاص العجينه رانا كملناها. ناخذ سنيوه، تقدروا تاخذوا بلاط تاع الكراتان تاع الزجاج كيما حبيتوا. انا ناخذ هاد السنيوه، شوفوا نحطها هنا ونجيب شوفوا هكذا بهالطريقه. ما كانت تدهنوها لانه حنشربوهم بعد. ونحط الخليط تاعي مباشره في السنيوه وراح ندخله للفرن على درجه حراره 180، راح يقعد 25 دقيقه في الفرن. راح تشوفوه تقدروا تدخلوا الموس الى خرجناش كما نواسيو الموس كوتشو عادي. الى خرج الموس ناشف عرفوا باللي الحلوى تاعكم ولا المسكوتو تاعكم راهو طاب. شوفوا هكذا بهالطريقه. نستقبلوا مكالمه. الو، السلام عليكم. السلام عليكم ام سلاف، مرحبا بك. ربي يعيشك، راك شاف فارس؟ والله غير الحمد لله. السؤال عليكم، واش راكم انتوما؟ الحمد لله، كامل الناس بالعباس يحبوك. الله يسلمك، حتى انا نحبكم. اي والله اليوم عندي زهر كبير كالنجوم. الله يسلمك، يطول عمرك. ربي يخليك فارس، ربي يخليك. بارك الله فيك سيداتي، شكرا لك. يعني شو نقول، يعجز اللسان عن المدح والقول. الله يسلمك، يطول، هذا شرف ليا، بارك الله فيك. ربي يخليك، يعني أسطورة الطبخ لكل الأمة العربية والمساكين خاصة. الله أكبر، يلا كبروا. يعني هذه مجملة. الله يسلمك، يطول عمرك، بارك الله فيك. وشكرا على الوصفات كلها، يعني بتساعد المساكين، تساعد الناس اللي ما يقدر يتعدى يتغدى يتعشى. أنا 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 من الشعب. وانتم نحبكم بزاف بزاف، وراني هنا على جالكم انتم. ساكن قلوبنا وبيوتنا. نعم؟ ساكن قلوبنا وبيوتنا. الله يسلمك، يطول عمرك. ممكن اهداء برك صغير صغير. صغير صغير صغير، يلا. شوف عندي قرة عيني، أمي العزيزة العزيزة العزيزة. سلمي لي عليها بزاف بزاف. ربي يخليك، تكون تتبع فيك أكيد. واسمها؟ اسمها فاطمة. الحجة فاطمة. الحجة فاطمة. من سيدي بالعباس. من سيدي بالعباس، من طريق السياغة. طريق؟ السياغة، يعني طريق الذهب. لا طريق الذهب. ايه طريق السياغة نقولوا. الله يبارك. نسلم عليها بزاف بزاف، ان شاء الله تكون خير على خير. وعندي مرتين زوجي راها مقابلاتك ما تطلقكش حتى تكمل. الله يسلمك. نسلموا عليها، بارك الله فيك سيداتي. شكرا لك، يعطيك الصحة. يلا المسكوتو تاعي راهو يطيب، قلنا على درجة حرارة 180، هاو لك من الفوق ومن التحت، نخليوه حتى يطيب. وراح الحجم تاعو كما راكم تشوفوا هنا، الحجم تاعو راح يزيد لأنه فيه باكيت على ليفيغ شيميك. نخليوه من بعد كي يطيب راح نتقبوه بالموس كامل. وقلت لكم في المقادير عندكم نص لتر تاع حليب، راح تشربوه بالحليب وتخليوه يشرب. المرحلة الثانية عندكم كريمة اللي راح نديروها كذلك، قلنا شوكولا. عندكم لتر تاع حليب، نزيد كاس تاع السكر هكذا بهالطريقة. ونزيدو فانيليا مغرف كبيرة. وعندكم هنا شوفوا درت بارد في باردة. وعندكم هنايا ثلاث مغارف تاع كاكاو، نحطهم هنا. ونزيد سبع مغارف تاع فارينة. شوفوا قلنا عندكم سبعة، احسبوا معايا. هذه زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، والسابع ماشي بالعاني. هاي هكذا قلنا كلش بارد في بارد باش تجيكم سهله. يلا نستقبلوا مكالمه. الو الو، شيف فارس. السلام عليكم. السلام عليكم. واش راكي ام علي؟ كي راك داير؟ راك مليح؟ والله غير سؤال عليكم، واش راهم الناس غير يزان؟ تفضلي. الو، تفضلي سيداتي، نسمع فيك. شوف شيف، انا من اليوم بالذات ما شفتكش راك دير، خاطرش كنت في المطبخ راني نحضر في القلب اللوز تاعك ودرت السفنج وجيت مباشرة للهاتف.
اما انت ماركيوك ابسونت. اش راك دير اليوم؟ اليوم عندكم الشوفلير راح نديروه باللحم بصوص طومات، ودات لكم غاتو شوكولا ساهل بزاف بزاف وبنين. صح ونسيتني في الـ في الـ اللي قلت لك لي ماكارون. لي ماكارون واه لي ماكارون نديروهم نهار السبت ان شاء الله. اي ان شاء الله. شوفوا لو سمحت لو سمحت بالا كيما تشوف فيهمش نهار السبت. نعم. الو الو قلت لك ممكن اهداء؟ تفضلي يسلي. يلا مرحبا. شوف نهديها لقرة عيني بنتي اللي عيد ميلادها اليوم. عيد ميلاد سعيد كل عام وهي بخير. نتمنى لها مساج جميعي ناجح ان شاء الله. وللاخ تاعي اللي نحبه بزاف الصغير كاع وسيم ببلدية يلل نسلموا عليه تحية كبيرة له. بارك الله فيك سيداتي. شوفوا هنا مشاهدة الكرام نحطوا هذه الكريمة فوق النار حتى تشوفوها عقدت كامل تماما. كي تعقد راح تزيدوا لها تنحيهم فوق النار تزيدوا لها مغرف تاع زبده وتزيدوا لها 50 غرام تاع شوكولا نواغ. ومن بعد راح تغطيوها بابي فيلم وتخليوها تبرد. لازم تغطيوها بابي فيلم باش ما تربي لكمش هذيك القشره من الفوق وتخليوها تبرد تماما باش تقدروا تخدموا بها بكل سهوله. يلا مشاهدينا الكرام راح نكمل انا هذه الكريمه تاعي. سيرفع على مسامعنا اذان صلاه العصر. بعد الاذان خليكم معنا راح نكملوا باقي المراحل اللي بقاو لنا. خليكم بعد الاذان. تقبل الله صلاة الجميع مشاهدينا الكرام. يلا نكملوا قلنا الكريمة هاي ليك فوق النار نقعدوا نخلطوا ولا نحركوا فيها حتى تشوفوها عقدت. بالك وتغفلوا عليها لأنه تحرق من تحت. شوفوا هكذا كما راكم تشوفوا هنايا بدات تعقد. قلنا غير نشوفوها عقدت نحيوها من فوق النار ونزيد لها مغرف كبيرة تاع زبدة ونزيد لها 50 غرام تاع شوكولا نواغ. هذا باش هاد الكريمة تجيني بنينة. شوفوا هكذا خليها تعقد مليح ونخليها تبرد تماما باش تقدروا تخدموا بها. هاد الحلوى غير جربوها على بالي بلي تعجبكم بزاف بزاف. شوفوا هنا الكريمة تاعي راهي طابت ولا عقدت. نحب نحيي تحية كبيرة 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 آدم ومرام اللي راهم يتفرجوا في الحصة في البرنامج. هما أوفياء هما براعم صغار وأوفياء لبرنامج آلو فارس. نحييهم تحية كبيرة كبيرة. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام قلنا كي تشوفوا الكريمة تاعكم عقدت واش راح ندير؟ راح نزيد لها مغرف كبيره تاع زبده هاي ليك نخلطها ونزيد لها 50 غرام تاع شوكولا نواغ. يلا نستقبلوا مكالمه. الو الو السلام عليكم سيده كريمه. السلام عليكم خويا فارس. واش راكي لاباس؟ لاباس. مرحبا بك. راك بخير؟ ولا غير الحمد لله الله يهنيك. خويا فارس يعطيك الصحه الوصفه تاعك. الله يسلمك. ولا اروع ولا اروع. بارك الله فيكم. شكرا. يا حم ولدي حبيت نسقسيك سؤال. تفضلي. هذاك لو جو تاع الرايب اللي قلت لنا ديروه بالرمان. الو تفضلي نسمع فيك سيداتي. تاع الرمان هذاك انا ما نقدرش ندير ريتلا باسكو انا نشربو غير انا وحدي باسكو مولا بيتي عنده جابات. حبيتي تنقصي ولا وشنو؟ ايه باش ندير نص ريتلا. ديري نص ريتلا. وش تاع الرمان شحال ندير من لي ميزور؟ شحال ديري شحال من حبة تاع الرمان؟ نعم ثلاثة. ثلاثة ماشي قلت نص ريتلا انتيا لا 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 درت لكم انا ريتلا. لا لا رمان رمان الحليب درت لنا ريتلا بصح الرمان. رمان انا رمان استعملت في هذيك الكمية استعملت ست حبات رمان. اها باش جاني جاتني نص ريتلا. نعم لا انت استعملت ست حبات رمان معليش يجيك كيف كيف. نعم عندك دائما قلت لك نص ريتلا رمان ونص ريتلا حليب يجي مليح كيف كيف. يجي كيف كيف ما تكسريش راسك. ما نقصش من رمان. ما تنقصيش رمان. صح يا حمودي. هذاك هو الصح. نعم الرمان هو الصح. هو الصح. يرحم والديك. والدينا والديك بارك الله فيك. هذه الحلوه اللي قلت لك تاع لي كاتو سون سوك. ما كاش مشكل. باسكو مولا بيتي عنده جابات ما مسكين ما ياكلش كاع الحلويات هذو انا نديروهم توعك. ما كاش مشكل راني جايكم ما كاش مشكل. يرحم والديك خويا. بارك الله فيك سيدي. ربي يعاونك ويعطيك ما تتمنى. شكرا لك يعطيك الصحة. يعطيك الصحة على الماء على. شكرا يعطيك الصحة. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام انا زدت المغرف كبيرة تاع الزبده
وزدت 50 غرام تاع شوكولا نوار، خلطوها هكذا بهذه الطريقه. وهي لك الكريمه اللي تحصلوا عليها، شوفوا تكون ثقيله بهذا الشكل. قد ما تبرد قد ما راح تزيد تشد روحها. هاي لك شوفوا، هاي دوك هنا راح نفرخها في كاش ريسيبيون ونخليها نغطيها ونخليها تبرد تماما. وحاجه مهمه انكم تغطيوها باش ما تربي لكمش قشره من الفوق. دوك تشوفوا، يلا نحط الكريمه الريسيبيون تاعي هنا، شوفوا معايا، ونحط الكريمه تاعي بهذا الشكل. شوفوا صدقوني بنينه بنينه بزاف بزاف. هكذا خويا مومو، هذاك تاع التفاح درناه في رمضان، هذا راح نديروه شوكولا برك. المخرج مومو راه يتبع، تحيه كبيره للوالده اللي راهي مبرونشيا، تحيه تحيه كبيره. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، هاي لك الكريمه تاعي، ناخذ هكذا بابي فيلم هكذا ونحطه فوق الكريمه بهذه الطريقه. شوفوا نقطع ونخليها تبرد، غير تبرد شويه، ديروها في الثلاجه هذا باش ما تاخذ لكمش وقت، لان على بالكم باللي هاد الكريم تشد السخانه، دونك طول باش تبرد. شوفوا هكذا بهذه الطريقه غطيها ونخليها بجه تبرد. والمسكوتشو تاعنا راه يطيب، هاوليك تبعوني هنا، شوفوا كيفاش طلع، هاوليك المسكوتشو تاعي، شوفوا كيفاش طلع، شوفوا كيما هنا مازال شويه، نزيد له شويه من بعد راح نحي نثقبوا كامل بالموس. وقلنا عندكم نص لتر تاع حليب باش تشربوا هذا المسكوتشو. والكريمه راهي واجده هنا، الحلوه تاعنا تقريبا راهي واجده، دونك نستناو برك هذه تبرد والمسكوتشو تاعي يطيب ونشربوا بالحليب، من بعد راح ناخذ لابوش ادوي ونوري لكم كيفاش رايحين زينوا هذه الحلوه. يلا نروحوا، قبل ما نروحوا فاصل مشاهدينا الكرام، نروحوا الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم اللي هي شوف لي راح نديروه، اللي راح نديروه نديروه باللحم. قبل ما نروحوا فاصل شوفوا معايا، نحط هنا، شوفوا معايا هنا، نحط كميه تاع الزيت هكذا، نحط اللحم تاعي. شوفوا هنا ديت لحم بقري، لحم بقري وهنا 200 غرام، وقطعته مشاش تكونوا مرصوات كبار، وتقطعوه هكذا مرصوات صغار، هذا يجي خير، يعني يكونوا هكذا مرصوات صغار يخرج خير. شوفوا هكذا نحط البصل ولا اللحم تاعي بهذه الطريقه، نحط هنا حبه بصل هاي ليك، ونزيد زوج ولا ثلاثه ورق عفوا تاع الرند، ونزيد ثلاث حبات هيل، الهيل الاخضر هاوليك، الهيل الاخضر، ونزيد له شويه تاع الملح. شوفوا هاكا شويه تاع الملح الطريقه، وشويه تاع فلفل اسود بهذه الطريقه. دونك هنا نقلي هذا اللحم تاعي شويه، وقلنا هنا حبه بصل ما تقطعوهاش، حبه صغيره حطوها على حالها هكذا. نخليو اللحم تاعنا يتقلى هكذا بهذه الطريقه، غير تشوفوا اللحم تاعكم تقلى شويه. شوفوا هنا غير تقليوا اللحم تاعكم
رايحين تمرقوا اللحم تاعكم، تمرقوه شويه زياده باش يطيب. من بعد هذيك المرقه تاع اللحم اللي راح ندوزنوا ولا راح نمرقوا، شوف لير تاعنا باش يجي بنين هكذا. شوفوا هنا نزيد الماء سخون، قلنا نمرقوا شويه زياده باش يطيب لكم اللحم، والمرقه اللي تقعد لكم رايحين تمرقوا بها شوف لير تاعكم. شوفوا هكذا دونك هنا نخلي اللحم تاعي يطيب، نغطي عليه هكذا بهذه الطريقه ونخليو اللحم تاعنا يطيب. مشاهدينا الكرام نروحوا فاصل قصير، اقعدوا معايا ما تروحوش بعيد، راح من بعد الفاصل راح نكملوا هذه الوصفه. صدقوني كذلك بنينه بنينه بزاف 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 وسهله. انا هذا شوف راني وجدته، يعني غليته في الماء والملح وشويه خل وشويه رند وصفيته. بعد الفاصل راح نكملوا الطريقه، خليكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا الوصفات تاع نهار اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم. كانوا وصفات بزاف خفاف، يعني تقدروا توجدوهم في وقت قصير. الوصفه الاولى اللي كانت عباره عن شوفلير اللي كنا درناه بالصلصه حمراء باللحم، صدقوني بنين بزاف بزاف هو امامكم. جربوه على بالي بلي حيعجبكم بزاف بزاف، تقدروا حتى ديروه بالدجاج يجي كذلك، يجي بنين بزاف. وشوفوا مع الاخر قلت لكم ديروا شويه تاع الحشيش من الفوق. والوصفه الثانيه مشاهدينا الكرام كانت عباره عن حلوى اللي كنا درناه ولا كيكه بالشوكولا، هاي اللي امامكم. انتم برك في الدار خليوها تشرب وخليو الكريمه اللي درناها من الفوق تخليوها، يعني تشد روحها مليح باش كي تقطعوها تجيكم سهله. هاي اللي امامكم جربوها وعلى بالي بلي حتعجبكم، خاصه الناس قلت لكم اللي يحبوا الشوكولا. ان شاء الله مشاهدينا الكرام الوصفة تاع نهار اليوم عجبوكم، وان شاء الله تجربوهم وعلى بالي ما كوش راحين تندموا عليهم. راح نتلاقى بكم غدوه ان شاء الله ككل اربعاء، راح يكون معايا تكون معايا ضيفه ان شاء الله تشوفوها غدوه، يعني شفتوها من قبل وراح تكون كذلك معنا ان شاء الله. من هذاك الوقت مشاهدينا الكرام تهلاو في روحتكم، تهلاو في صحتكم، وسلامي لكم كبير، وتقبلوا تحياتي وتحيه كل الفريق التقني اللي عمل معايا اليوم، مامي انيا شفيقه اغيلاس، مخرج مومو، وفي الصوت ديدين والياس طبعا، وكذلك رانيا اللي نقولها ربي يجيب لك الشفاء اختي رانيا، وتعاودي تولي تعاودي تولي تولي ونعطيك الدوقي. يلا مشاهدينا الكرام نتلاقى بكم غدا ان شاء الله، سلام.